أنا أريد الطفل الثالث بنية. أي والله. أنا خلص اكتفيت بالولد الواحد. الباقي أريد بنات. إيش قد مفكرين يكون عندكم أولاد؟ أتمنى يصير عندي 7 بنات. يا عيني. أي والله 7 بنات. وأقول قليلات. الله. من كنت أقول 5 وأقول قليلات كنت أضحك على الكلمة. وبعدين قل 7 وأقول قليلات أقول أضحك أكثر. و9 وأقول قليلات. كنت أضحك عليها بنات. والله أريد 9. أريد 10 عمي. يا عيني. لأن البنات هن اللي يقلبون وأمهم. البنت هي اللي تبقى راعية بيتها. هذا المسج راعي. طاها للمرأة. لذلك تشوفين المرأة هي اللي تجي تداري أمها عند المرض، تداري أبوها عند المرض، عند الكبر. الرجل ياخذ زوجته وينهزم. ينهزم. غير عيونك ما تعجبني أي عيون. انت الغالي ولجل الغالي كل شي هون. غير عيونك ما تعجبني اي عيون. انت الغالي ولجل الغالي كل شي هون. انت اول من عاش بروحي. انت اول عاش بروحي. وانت اول من علم قلبي يحب الناس. لان غير عيونك ما تعجبني اي عيون. الله.